اولا كنشكر هذا الاداره ديال هذا المنتدى الدولي الثقافي باصيله على هذه الاستضافه الطيبه، وكنشكر تحت اشراف طبعا السي محمد بن عيسى الله يحفظه والاستاذه خلود البطي والمديره الفنيه لهذا الملتقى المنتدى، وشكرا للاداره المهرجان لهذا المنتدى اللي هي تدعم واحد المجهود كبير في سبيل اشعاع هذا المنتدى اللي اصبح الان الحمد لله عنده صيت عالمي. احنا كنمثلوا المغرب في عده مهرجانات عالميه، دائما كنتلقاو بالناس خارج المغرب كيشكروا هذا التظاهر هذا المنتدى. الرساله ديال الشكر والامتنان والمحبه والتقدير. المنتدى الثقافي الدولي الاصيله له اثر كبير في انفسنا، له كنستعدوا له اكثر واكثر، ودائما مطلوبين بالجديد، لان كل سنه خصنا نقدموا كيف ما رحب بنا الجمهور ديال اصيله الدواق، كيف ما كيحضر لينا وكيف ما كيشجعنا وكيف ما كيدعمنا، فاحنا لازم نصهروا على احسن برنامج واحسن وصلت نقدموها للليق بهذا المنتدى العظيم المميز وبهذا الجمهور العريض الملوع ديال أصيلة. بصراحة جمهور مميز والحضور مميز وكل شيء في أصيلة مميز، فإحنا ليكون دائما عندنا استعداد أكثر زائد على أي مشاركة اللي هي كتكون مبرمجة في أي تظاهرة. طول فيه غاي ولا
الله.